brain. يا أصدقاء، تلقينا اتصالاً مقلقاً. اسعدوا على آلاتكم و... لم نحصل بعد على وحوش الميكا. مرة أكثر من أسبوعين، يستحسن أن تستحق النتيجة الانتظار. قارد! حسناً حسناً، انتهيت. والآن أقدم لكم وحوش الميكا الجديدة المتطورة. رائع، تبدو تماماً كما كانت. أجل، ربما من الخارج سأريكم ما تستطيع فعله. نحن على عجلة من أمرنا، فهلا أخبرتنا؟ كلا، قطعة كهذه تحتاج إلى ظهور أول لائق، وسوف تكون رائعة. لابد أنك كوب. في السابق كنت سأتصل بوالدك، لقد مر وقت طويل على ذلك، وظننت أنك تعرف ما يجب فعله. حسناً، وما المشكلة؟ كنت أتجول في الكهف قبل يومين، كان مضروباً وفاقداً للتركيز عندما وجدناه. وجدتم من؟ هذا دكتور بلاك. كأنه قادم من الصحراء، دون سلاح، دون أي شيء. لابد أن شادوك لان أرسلوه إلى هنا، إنه يتجول منذ أكثر من أسبوعين. أنا لا أصدق هذا، أمسكنا به؟ حسناً، نحن لم نفعل. لا وقت للشرح والتحليل الآن، المهم هو أن الشعراء سيكتبون القصائد والتي تتغنى في بطولتي، لأنني أمسكت بهذا الوغد الشرير. أنت لا تملك السلطة لإيقافي. أنا من آل الشين، وستدفع ثمن جرائمك. سأعطيك فرصة واحدة لتطلق سراحي، وإلا واجه العواقب. أرى أنك نسيت من يمسك بزمام الأمور هنا. حقا؟ من أعوانه. هل علينا اللحاق به؟ لا داعي يا كورد، على الأرجح سبق وطلب الدعم. كوب؟ أنا لا أحب الدكتور بلاك، الرجل يثير رعبي، لكني أحب هذا الكهف. إن كان رجاله في طريقهم ستنشب حرب هنا. قمت بواجبك كوب، أي قتال هنا سيكون من نصيبنا. لا يجب أن يبقى هنا إيلاي، يجب أن ننقله إلى مكان آمن. ماذا؟ أجل، لكن كيف بالتحديد؟ من المؤكد أننا جميعاً نفضل أن يبقى خلف القضبان. إذن ربما علينا أن نأخذ القضبان. أها، هذا جيد، الدكتور بلاك في الخلف بأمان، وبرنتو المغوار الذي لا يهاب الأخطار في المقدمة. لنبدأ الرحلة إلى... انتظر، إلى أين سنأخذه؟ سؤال جيد، اعتقال بلاك قد يغير كل شيء إن ظل محتجزاً. ماذا عن ستيلاغمايت؟ سمعت أنه أصبح محصناً منذ أن استرجعناه من السيد ساتردي. بلاك سيحتجز في السجن إن تمكن من إيصاله. إذن تلك وجهتنا، آمل أن نصل إلى هناك قبل أن يتمكن حارس بلاك من... الكلام يصل بسرعة. مؤكد. أشرعوا. Oh, my God.
التعديلات التي أجريتها على الميكا. إنها رائعة، فقط انتظر وسترى. نحن لا نستعجل العرض الكبير، لكننا سنسحق هنا. نستحق الانتظار. بيبي برانتو يحب الإثارة وأفلام الرعب أيضاً، لكن هل أنت جاهز يا كورد؟ ليس بعد، نحتاج إلى غرفة إضافية. غرفة إضافية؟ إذن قبل أن تشاهدوا تحديثات رائعة عليكم أن ترتدوا هذه. رائع. حسناً، ليضغط الجميع على الأزرار الخضراء. هل لدينا أزرار خضراء؟ لدينا أزرار خضراء. واو، رائع، هذا جنوني. هاي، أستطيع القول مركبات مطاردة جميلة. هيا تحولي يا قطعة الخاردة. إيه؟ آسف، لم نفعل هذا من قبل، لكن انتظرنا حتى نفتح الأرض. هل تمزح؟ تخلصنا منهم. كورد، أنت عبقري. أجل، الآن برنتو سيرقص كقرد مبتهج. على مهلك برنتو، نريد أن نوصله سليما. إن كنت تعتقد أنني سأرحمك فأنت مخطئ. ماذا؟ لقد قلت إن كنت تعتقد فأنت مخطئ. أنت مخطئ إن قلت سنوصلك سليما، لكننا لسنا مضطرين للاستماع إليك طوال الطريق. حسنا. أحدهم يلحق بنا. أتعلم ما هو؟ كلا، ما جعلني أعمل كثيراً على التعديلات هو أنني سمعت أن بلاك يعمل على توظيف موهبة عالية التقنية لمركبة خارقة، لذا إن صدقت توقعاتي فتلك تدعى تايتان. والآن أنتم على وشك اكتشاف قدرتها. سأأخذ دكتور بلاك الآن. كوينتن، في النهاية رجل كهذا يستحق أن يصقل مركبة أنيقة. آخر اختراعاته كادت تسحقنا. يبدو أنه سيبدأ من حيث انتهى. تعلم ما يقولونه بيبي، كلما كنت أكبر. ألحقت أذى أكبر. أوه، هذا سيء. إن أردنا تدمير هذا الشيء علينا مضاعفة قوة المدمر. لا مشكلة، معي أفضل زوجي سلاك من أجل بانجر. إنه بخير، لكنني لا أستطيع القيام بالإطلاقة الملتحمة من دونه.
أفضل أن يتم إنقاذي حياً. آسف سيدي. من أين حصلت على الخردة هذه؟ انتبه لكلامك، لا تستمع إليه. واي وداعا كوينتن. حسنا يا أصدقاء، من هنا. إلهي لا، لم يقفز أحد فوق وادي كوبرا وبقي حيا، لأن لا أحد امتلك هذه أنواع من الماكا من قبل. تمسكوا جيدا. هذا هو الجنون. أنا لا أندم على شيء أبدا. أخرجنا من هذه الفوضى. حاضر سيدي. أرأيتم؟ لا داعي للقلق. اعترفوا بذلك، تفوق عليكم العلم. عرفت أن المؤرخين سيكتبون عن هذا اليوم، لكن لم أكن أعلم أنني سأبقى حياً. عمل رائع بيربي. أجل! ضربة مدمجة رائعة، تهاني يا إلهي. تهاني؟ حسناً، تحديثاتك هي التي مكنتنا من عبور الوادي، لذا تهاني يا كورد. أهنئ نفسي نيابة عن نفسي على تغلبي على تيتان. صح، أستحق وساماً. قصة مسلية، لكن لا نية لتيتان أن يمسك بكم. أهدافه أرفع مقاماً من ذلك يا جبان. الفرامل. كنت انقادنا إلى كمين. أنا وأنت وكورت سنشغلهم ليتمكن برونتو من العبور مع بلاك. برونتو، مهما حدث لا تتوقف حتى تصل إلى ستاغمايت 17. ونحن سنبعدهم عنك. مرحبا. على مهلك. سأكافئك.
بكر حيلك. اثنان على البطل، هذا ليس عدلا، سوف اريكم. ضربة رائعة تاكسي. برونتو لا يستطيع الانتظار حتى يقرأ القصص الملحمية التي ستروى عن بطولاته. نهاية القصة يا صاحب الأشواك. الآن سأقضي عليك وللأبد. لا. أحتاج مساعدة؟ يبدو أنني سأتولى أمر عصابة شين بنفسي. أوه، لا بأس، أنت لست بحاجة لأن تشكرني على شيء. مهما حدث لا ترفعوا أرجلكم عن الدواسة. أوه لا، حان الوقت لتفجير ممر جديد. بيبي فجر الصخور. هذا رائع. بيربي كان ذلك رائعا، لكن كيف؟ ربما السرعة أضافت دفعة أقوى إلى مدمرك، مما أدى إلى تغيير سرعة إطلاق بيربي. إذن أصبح الآن ميجا مورف. رجاءً أجل درس العلوم، نحن محاصرون. لا، لسنا كذلك. هذا جنون، بالكاد تمكننا من عبور وادي كوبرا في المرة الماضية، وهذا الممر أدوار. ثق بي. كورد. وداعا تايتن. تحولوا الى وضعية الطيران. نهاية جيدة برأيي. هل رأيتم هذا؟ كان عليكم الفرار حين سنحت لكم الفرصة. معقول؟ هل تستطيع مواجهة تايتن؟ سأستخدم تحديثاتك ضد أيا كان ما اخترعه كوينتن.
نحتاج فقط إلى السرعة الكافية. وهكذا سيكتب التاريخ أن برونتو البطل فعل المستحيل، ليس مرة بل مرتين، مرة في اليوم الذي قفز فيه فوق وادي كوبرا، ومرة حين أودع بلاك الشرير السجن. هذا غريب، قبضنا على بلاك، انتهى الأمر؟ آمل ذلك. ماذا يمكن أن يحصل بعد؟ أعني لن يتمكن أحد من مغفله من إخراجه من ستلاجمايت 17. لقد تغلبتم على أتباعي هذا اليوم، لكن ثقوا بي، ليس لديكم أدنى فكرة عما ينتظركم. ما سمعتموني أقوله صحيح، ثبت أن منتجي يجعل السلاك غير القابل للترويض أعز صديق للمقاتل. المحظوظون فقط هم من يمكنهم الحصول على هذا المنتج المحدود للغاية. أضمن لكم قوته وفاعليته 100%، وإلا لن يكون اسم الدكتور بلاك الكبير. هكذا تجذبهم يا بني. أحذركم من أن الكمية لن تكفي للجميع. إذا شكلتم صفاً منظماً سيقوم مساعدي تاديوس بخدمتكم. أعطني واحداً. سأخذ ثلاثة. أنا أولاً. عليك أن تنتظر في الصف مع الجميع. لا أريد الشراء، أتساءل وحسب إن كانت عيناي تخدعانني. متأكد بأنك تبدو تماماً كالرجل الذي رفضت سماح له بالتواجد هنا. لا يمكنك أن تقف في وجه العلوم، لدي منتج ثمين والناس أحرار باتخاذ قراراتهم. هؤلاء الأشخاص يصغون إلي، كافي قوانيني. وماذا يحدث لمن يخترق القوانين؟ تحدث لهم أمور سيئة سيد دير. أمور سيئة. أبي يجب أن نرحل. أصغي إلي أيها الجبان، والدك لا ينسحب نهائيا، فهمت؟ اسمعني جيدا يا هذا، أنا لا أحد يملي علي ما أفعله. لا هيا بنا. ما الذي يجعلنا ما نحن عليه؟ أهو الألم، المعاناة، التغلب على المستحيل، أم أمر آخر؟ أعطني المسدس يا بني. في حالتي كشفت لحظة من التردد عن حقيقة كبيرة. ما الذي أصابك؟ أعطني المسدس. أستسلم. أنا أستسلم. ليس عليك أن تقلق يا دكتور، أشعر بسخاء اليوم، سأسمح لك بالرحيل مع شيء ما من حياتك. أبي سينجو بحياته هو، وأنت ستبقى، إلا إذا كانت لديك مشكلة. أبي لا، أبي إذا وضعت قدمك هذا الكف ثانية سأجعلك تعاني. حان الوقت لتعرف العمل الحقيقي. خذوه إلى المناجم. لا، الحقيقة في هذه الحياة أننا لا نملك سوى أنفسنا.
ولذلك هنا على أرض المعركة العظيمة هذه يوم ستذكره سلاكتيرا طويلا. إنه اليوم الذي سحقنا فيه أعداءنا وأعدنا قائدنا إلى مكانه الصحيح. والآن من سيأتي؟ اذهب وارهقه من أجلنا، ثم سنذهب وننقذ الدكتور بلاك بأنفسنا. وسنحصل على المكافأة. من قال هناك مكافأة؟ ربما لا يعرف الدكتور بلاك حتى إننا هنا لإنقاذه. دائما يكافئ الدكتور بلاك المخلصين له. هل سمعت؟ مكافآت. لذا اذهب وارم ما لديك. سنلقي نظرة خاطفة على دفاعاتهم. سأخترق المكان وأحقق النصر. أنا هنا لإنقاذ دكتور بلاك، أفرج عنه وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة. نحن سنقبل بالعواقب. فقط احذرونه. نحن محظوظون لأنهم طمعون جدا. من الصعب الهرب من سجن سلاكمايت 17، ولكن يمكن لأحد ما أن يخترقه. لا تقلق أبدا، لن يتمكنوا منا نهائيا. فبرونتو المغوار الذي لا يهاب الأخطار لهم بالمرصاد. نتولى الأمور هنا إلي، عد إلى موقعك. حسنا، اتصلوا بي إن احتجتم إلي. دعني أخمن، بعض أعواني في الخارج يحاولون إنقاذي. إنهم يضيعون وقتهم. مخلصون جدا. عندما نلتقي تكون فارا من مخلوقات الغول خاصتي. لدينا الآن فرصة للتكلم وجها لوجه. لا أريد ذلك. أوه هيا، أليس لديك سؤال محدد لي؟ بصراحة شديدة؟ بلى، أمكنك أن تكون أي شيء تريده. لماذا الشر؟ استخدم قواك لفعل الخير. لا يمكن لأي أحد أن يكون البطل إلي. وإذا كنت تريد معرفة الإجابة لتفهم من أكون، سنعود إلى حيث بدأ كل شيء. كهف سلاكروك، في ذاك الوقت لم يكن هناك مكان أكثر منه بؤسا. كان لدينا نوع خاص بنا من العدالة، الأقوياء فقط هم الذين يصمدون. وإن كنت سريعا وذكيا ستكون في وضع أفضل. المسيطر على كل شيء، رجل العصابات فيغو دير. تعلمت سريعا كيف أعتني بنفسي بأكثر من طريقة. لإحراز تقدم كان يجب أن تكون مقاتل أسلاك جيدا حتى كشاب يافع. كنت ماهرا جدا. هذا هو سيدي. اهدأ أيها الفتى، أنا لا أهتم لأمر الساعة. أنت تعمل لصالح الآن. أسئلة؟ ماذا سيحدث إذا رفضت؟ إنه شاب ظريف، لا يختار سوى الأفضل. أنا لا أتلقى الأوامر من أي أحد. ستعتاد على ذلك، أنا فعلت. لا تقف في وجهه. وهكذا بدأت عملي لدى فيغو دير، الرجل نفسه الذي طرد أبي عديم الفائدة من المدينة وعمل على إذلالي. لم يكن الأمر بغيضا تماما، ولأول مرة في حياتي لم ينقصني أي شيء من الناحية المادية. تعلمت أساليب التجارة وكيف يمكن للخوف أن يكون حافزا ضخما. وسرعان ما فعلت أكثر من إثبات جدارتي. تعلمت أيضا درسا قيما، مهما كنت مخلصا ومهما عملت جاهلا، من الممكن دائما التخلي عنك. من الأفضل أن تتحرك جيمو شين. أنت أحد صبيان فيغو. أنت بعيد جدا عن سلاكروك صحيح؟ لم يكن خطأي هو تحدي أحد أفراد عائلة شين، بل التفكير في أنه إن لم أتراجع سيظهر ذلك إخلاصي. مضت 6 أشهر دون أي خبر. تركت لأتعفن إذا صح التعبير، وعند عودتي خسرت شحنة كاملة بسببك.
إذا وضعت قدمك هذا الكهف سأجعلك تعاني. سمعت تلك الكلمات من قبل، كان ذلك أفضل أمر ممكن حدث لي، جعلني أنطلق في رحلة انتهت حيث أنا موجود اليوم. في السجن؟ تعلمت شيئا من رجل الإصابات ذاك، القوة هي كل شيء، ولكي تملكها يجب أن يخشاك الناس، وأفضل طريقة لكي يخشاك الناس كانت هي أن أصبح أفضل مقاتل على الإطلاق. تمرنت سرا لأعوام عديدة، حضرت نفسي لنهضة حقيقية، كان هناك شخص واحد قادر على الوقوف في وجه ذلك، والدك. المعذرة، لم أتوقع مهمة كهذه. الفرار، استسلموا، لم يتبقى غيركم. هذا خطأ كبير. لقد وصل الفرسان للتو. مقاتل الأمن، إنهم مجرد حراس. فلنهرب بعيداً. سررنا برؤيتكم. بإمكانكم الاعتماد علينا، فنحن نقاتل في المراكز التجارية أو الملاعب أو السينما. يشمل ذلك السجون الآن. أجل طبعاً. مخلوقات سلاك هي القوة، كلما ملكتها كنت أقوى، ولكن يجب أن تعرف كيف تستخدمها لتحقيق رغباتك. كنت أقاتل أي أحد يقبل بأن يتحداني، والكثير ممن لم يقبلوا. لقد خسرت فعلا بشكل أقل مع مرور الوقت. ذات يوم خرج شخص غريب من الضباب. الزعيمة التي لا تهزم، أعرف أحداث هذا الجزء من القصة، أخبرتني إياه بنفسها. بالطبع تعرف أن هناك جانبين لكل قصة إيلاي. مجدداً. كلانا مؤهلان، ولكن لم يكن بإمكانها اختيار سوى أحدنا. الشر موجود في قلبك ثاديوس بلاك، لا مكان لذلك لدى المقاتل. سامحني ثاديوس. لست بحاجة إليك، لست بحاجة لأي أحد، سأصبح الأفضل ولن يوقفني أي أحد. سيسبب هذا متاعب كبيرة لك ويلشين. ماذا تريد منا أيها السيد؟ الانتقام. انظروا، عاد الظريف. أتملك ساعتي؟ كفى، أنا أستسلم. هذا الكهف ملكي، أي شخص لا يزال مخلصاً لفيغودير سيرحل معه أو سيتعرض لنفس الإهانة. أولئك المستعدون للتعهد بالإخلاص لي ستتم مكافأتهم. سيعودون للعمل لدي خلال شهر. إذا هزمت فيغو، استوليت على كهفه، جعلت نفسك ثريا، حصلت على كل ما أردته، فلماذا صنع الغيلان؟ ليس بعد، لم أكن قريبا حتى، كانت قوتي تكبر وكذلك طموحي. أخذت طريق عربات محطم وحولته إلى مركز التجارة في سلاكتيرا.
الكثيرون قدموا لي حقوق المرور التي أحتاجها، الآخرون احتاجوا إلى مزيد من الإقناع. كان جيمو شين أصبح عجوزاً وضعيفاً، كان قليل الأهمية إلى أن تم تغيير الحارس. كان شين الجديد أقرب إلى عائق. يجب أن يتوقف هذا يا بلاك. التهديد، القتال العبثي، السرقة والغش. لست في موضع يسمح لك بإملاء الشروط علي. ادخل أيها الصغير عديم الفائدة. ليس عليك القيام بهذا. ربما لم تعرف بعد من أكون. لم أكن أكلمك، لا بأس، سيكون سلاك آمنا معي. لن تصبح مقاتل سلاك أبدا يا ثاديوس، لن تعمل أي مخلوقات سلاك معك من جديد. سأجد طريقة أخرى، شيئا أفضل، ثم ستعرف والشين كيف هو الشعور عندما تخسر كل شيء. لسنوات قمت بالدراسة والتحليل والاختبار وإعادته، عرفت ما يجب معرفته عن سلاج باستثناء كيفية جعلها مخلصة لي. ثم عثرت على شيء مهم، تحدثت النصوص القديمة عن القوى الأولية التي ظهرت فيها سلاج، عن الخير والشر، وعن قوات ظلام في الأسفل تنتظر أن يتم تحريرها. ثم عثرت عليه، منبع مخلوقات الغول، مياه الظلام، لكنني كنت سأحتاج إلى أكثر من الكمية الصغيرة التي تتسرب عبر الشقوق. بدأت عدة تجارب بمياه الظلام، ومن خلال التجارب عرفت أنني على وشك تحقيق شيء لم يره أحد من قبل. ثم حدث ذلك، فتحت بوابة إلى الكهوف العميقة وتم سحبي إلى الداخل. آثار هذه الرحلة سببت اضطراباً لجسدي، لكنها كانت تستحق ذلك. لديك شيء أحتاجه. زودني أسياد الظلام بمياه الظلام، وبالمقابل وافقت على السماح لواحد منهم بالتنكر والعودة معي. تعرف كم مياه الظلام خطيرة، وأسياد الظلام قابلتهم، يريدون احتلال سلاكتيرا ثم... ربما هم أقوياء، ولكن أسياد الظلام متخلفون، سيوافقون على أي شيء عندما يلمحون طريقا للهرب. يتلاعبون بك بلاك. سنرى ذلك. عندما حصلت على مياه الظلام كان الأمر مجرد مسألة تجربة وخطأ. كان نجاح لي. أول موضوع اختبار لي كان واضحا. ماذا جرى لك؟ تبدو كالضيف. من المضحك أن تذكر ذلك. هل هذا سلاك؟ ما الذي فعلته به؟ لقد أصلحته، جعلته أفضل، جيدا كفاية لكي أهزمك. القوة لم يكن يوسف يتخيلها أبدا. أسياد مخلوقات سلاك، من الممكن أن يدمر سلاكتيرا بأكملها. توقف عن هذا. لا! احتجت وقتا لجعل مخلوقات الغول مثالية، والباقي كما يقولون من الماضي. لا، ماذا حدث لأبي؟ أنت الوحيد الذي يعرف، إلى أين ذهب؟ أنت أكثر من مختل، أخبرتني بكل شيء، كل شيء باستثناء الأمر الذي أردت معرفته. ربما تفكر في مشاركتي ببعض القصص بالمقابل. عائلة شين لديها أسرار قليلة، ما يدعى بالعالم المحترق مثلا. انسى الأمر، أسرار عائلة شين ستبقى أسرارا. مؤسف. لقد قضينا عليهم جميعا. إلهي، انتهى الأمر.
آسف لإخبارك بهذا، لكن خطة أتباعك لإخراجك فشلت. قصدهم شريف، ولكن هذا الوضع يتطلب نهجا مختلفا نوعا ما. واحد من عواني مستعد لذلك. ما الذي يفعله؟ حان الوقت. والآن أتوقع قدوم بعض الأعوان الجدد. يبدو أنهم وصلوا حقا. سوف أطلق العنان لقواتي في سلاكترا. سيختفي أفراد عائلة شيء قريبا. ستصبح سلاكترا ملكي، ولا يمكنك فعل أي شيء لمنعي. لا، سعيد بلقائك. لا أعرف كيف فتحت بوابة تيرا، ولكن محظوظون لدخول 4 فقط من الأشرار. ومع ناتشو أصبحوا 5 هنا في سلاك تيرا. يجب ألا يحاول بلاك ذلك ثانية بعد أن تصديتم لأتباعه. أنا آسف لأنني تركته يهرب. إنه ليس خطأك إيلاي، سنطارد الدكتور بلاك، سنجد طريقة لاحتجازه. لا، الدكتور بلاك لا يمكن احتجازه أبدا، سيلقى مصيره بطريقة أخرى. حاليا لدينا معركة أكبر، سنحتاج إلى كل مساعدة ممكنة. علينا أن نستعد وأن ننشر الخبر. حسناً، نحن سننتصر. هيا بنا.